تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بذلك يمدك بعزه، تحقق بعجزك يمدك بقدرته، تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته. ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. من علامات إقامة الحق لك في الشيء إقامته إياك فيه مع حصول النتائج. من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة، ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء. تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، فحيث صار التنوير وصل التعبير. كل كلام يبرز عليه كسوة القلب الذي برز منه. من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته، وجليت إليهم إشارته. ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد، فالأول حال السالكين، والثاني حال أرباب المكنة والمتحققين. العبارات قوت لعائلة المستمعين، وليس لك إلا ما أنت له آكل. ربما عبر عن المقام من استشرف عليه، وربما عبر عنه من وصل إليه، وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة. لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته، فإن ذلك يقل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع ربه. لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك، فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم. ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه لاكتفائه بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. قيد الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود التسويف، ووسع عليك الوقت كي يبقى لك حصة الاختيار.
علم قلة نهوض العباد إلى معاملته، فأوجب عليهم وجود طاعته، فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب. عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. أوجب عليك وجود خدمته، وما أوجب عليك إلا دخول جنته. من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته، فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ربما وردت الظلم عليك ليعرفك الله قدر ما من به عليك. من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك، فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك. تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. كما لا يحب العمل المشترك، كذلك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. أنوار أذن لها في الوصول، وأنوار أذن لها في الدخول. ربما وردت عليك الأنوار فوجدت قلبك محشوا بصور الآثار، فارتحلت من حيث نزلت. فراغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. لا تستبطئ منه النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه؟ ما فات من عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه لا قيمة له. ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك. لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه، ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه.
وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء. قربك منه أن تكون مشاهدا لقربه، وإلا فمن أين أنت ووجود قربه؟ الحقائق ترد في حال التجلي مجملة، وبعد الوعي يكون البيان، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. الوارد يأتي من حضرة قهار، لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر؟ لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور، فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا. لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته، فليس المراد من السحابة الإمطار، وإنما المراد منها وجود الإثمار. لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها، فلك في الله غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء. تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له، واستيحاشك لفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به. النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو لشهوده واقترابه، والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو لوجود حجابه، فسبب العذاب وجود الحجاب، وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعته من وجود العيان. من تمام النعمة عليك أن يرزقك الله ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. إذا قل ما تفرح به قل ما تحزن عليه. إن أردت ألا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك.